فمودست مش هقول ان هو وصل للفورمه 100%، ولكن لا، واضح ان هو وزنه اخف، حركته بقت افضل، تحركاته كانت احسن، اتحرك في اكتر من كوره. مشكله تخصه متعلقه بالهارموني مثلا بينه وبين بقيه اللعيبه؟ وارد، يعني وارد ان هو لسه ما دخلش، يعني ايه يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، ما عشقش يعني، او ما طبعش معاهم. ده يكون وارد ان يكون ده، لان انا طبعا مش قريب من الفريق او الجهاز الفني عشان اقدر اجزم بحاجه زي كده، لكن ده واضح، واضح ان هو في الهارموني مش احسن حاجه، ولكن بدا اللعيبه تعتمد عليه، كل التمريرات كانت عليه. مصطفى شوبير او خط الدفاع كان الكرة دايما بتكون على مودست، سواء بالراس، وحتى في كرة الهدف هو اللي استلم الكرة وريحها بالراحة. مظبوط، وده الإمام. الإمام وإمام عدى وغير في كرة، لف بجسمه بشكل كويس جدا. كنت لسه هقول لك الكرة دي تحديدا، يعني في شوية لحظات كده تقدر تستنتج إن ده فعلا لعيب. يعني هو فعلا لعيب عنده، يعني اتعمل تركة صغيرة جدا ولكن تبين. صح، وبالشمال هي طبعًا كانت محتاجة طبعا يكون يقفل وش رجله بشكل أكبر لتحت. بس هو لف لفه كامله، يعني انت كنت يعني 360 درجه، يعني من صعب اصلا يعني. طب افتكرت بس في كده، بس مش مشكله، لو في مساحه تقولوا قولوا. لا، محتاج فولترين. محتاج ايه؟ فولترين. لا يعني كده كده، يعني الحاجه تاني هرجع ونقول، واعتقد كتير برضو من الجمهور حتى لو هم بيهزروا في النقطه دي، لكن هم عارفين كويس قوي ان هو لعيب، يعني ما حدش بيشكك في صلاحيته كلاعب، احنا بس الناس المتضرره من عدم وجود فعاليه ملموسه ليه على بالظبط. يعني الملعب وارد جدا يكون الفاينل ده فرصه عظيمه لمودست انه يكتب نجاحه او شهاده ميلاده الكرويه، يقدم بقى ورقه اعتماده مظبوط. والله انا بقول لحضرتك، انا شايف انه قدم الدقائق اللي لعب فيها مع الضغط واللي حصل وحاله يعني هبوط المعدلات اللياقه البدنيه للاعبين، لا هو كان واقف على رجله بشكل كويس، كان بيتحرك، كان بين الكوره مع زمايله بشكل كويس جدا. خلينا برضو بس نقول حاجه مهمه، ان فريق مودرن فيوتشر يمتلك كافه الحظوظ، يمتلك مجموعه من اللاعبين على درجه كبيره جدا من المهاره والكفاءه. عنده مدير كوره واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب، عنده خبرات كبيره جدا، معاه مدير رياضي هيثم عرابي برضو من ابناء الاهلي، عنده مجموعه من اللاعبين لعبت في اهلي وزمالك، جنش، باسم، مروان، محمد فاروق اللي بنتمنى له الشفاء طبعا، هو مش هيلحق المباراه دي، عنده باك شمال ممتاز جوزيف نجويم، لعيب كويس جدا، وعنده لعب كمان مدير فني مميز. يعني تعالى بقى نحيد اللعيبه شويه في الفرقتين اهلي ومودرن فيوتشر، تعالى نقف عند المباراه بقى الموازيه الجانبيه اللي هتكون بين الاثنين المدراء الفنيين. خلي بال حضرتك، اللي هيتفوق فنيا من مارسيل كولر وفيرمسيليو هيكسب المباراه. يعني بعيدا عن الفروقات الفنيه، احنا هنا بنتكلم على مدرسه سويسريه وبرتغاليه بالمقارنه بالمدرسه البرتغاليه. يعني مدرسه بتعتمد على الدفاع بشكل اكتر اللي هي البرتغاليه، ومدرسه بتميل للجانب الهجومي اللي هي المدرسه السويسريه. خلينا نقول برضو حاجه وندي كل واحد الكريدت بتاعه، ان مارسيل كولر اعاد الكره الهجوميه للنادي الاهلي بشكل كبير. يعني حط الجمله دي بين قوسين كده، لا الاهلي هجوميا بيوصل كتير جدا طبعا، وده يمكن واحد من اسباب غضب الجمهور الاهلاوي، ان احنا بنوصل كتير قوي وشايفين ده وبنضيع. يعني تخيل انت قدام فلومينينزي كنت سجلت هدف واتنين في الشوط الاولاني، خلاص طبعا مباراه اتحاد جده تقدر تكسب 3-4 حتى قدام اوارا، انت كسبت مكسب كبير وعريض، ولكن ضيعت فرص توصل كتير جدا أكتر بكتير. ده شغل مدير فني طبعا، يعني طبعا اجتهاد من اللاعبين، بس هو في الاساس شغل مدير فني. انا بعمل لك البلان اللي انت تقدر تمشي عليها توصل من خلالها للمرمى في اقل عدد من التمريرات. هنا بقى الناس اتقسمت نصين، يعني في ناس بيقولوا او بيشوفوا زي ما انت كده تفضلت ان ده الليله دي عند المدير الفني، وفي ناس تانية شايفه ان لا، الليله دي والفينشنج الخاص بيها تحديدا لا عند اللعيب. لا، هو الفينش طبعا عند اللعيب، هو المدير الفني مش هينزل يسجل بنفسه. يعني المدير الفني زي ما انا قلت لحضرتك، هو بيحط لك الوسيله او الطريقه اللي انت توصل بيها المرمى المنافس. انا بقى استخدمت الوسيله دي ووصلت بيها بالفعل المرمى المنافس بدل المره يجي 15 مره وضيعت، فين بقى؟ ما انا ضيعت عشان خاطر، ما هي دي النقطه اللي التركيز ولا عدم توفيق.